حذرت الحكومة الألمانية منظمة مرتبطة بإيران والترويج لأيديولوجيتها ودعم حزب الله اللبناني. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن قوات الشرطة داهمت فجر اليوم المسجد الأزرق الشهير في مدينة هامبورغ، مشيرة إلى المركز تسيطر عليه إيران ويديره جماعات مرتبطة بحزب الله. وداهم الأمن الألماني 53 مقرا وعقارا بجميع أنحاء ألمانيا، فيما أغلق مركز هامبورغ. ويأتي الحظر بعد عمليات تفتيش واسعة، حيث قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن المواد التي تم ضبطها على ذمة التحقيق أكدت الشبهات الخطيرة لدرجة دفعت إلى إصدار أمر الحظر. وأوضحت الوزيرة الألمانية أنه من المقرر أن يتم إغلاق 4 مساجد أخرى في ألمانيا. لمعرفة مزيد من التفاصيل من برلين تنضم إلينا مراسلة الحدث راغدة بهنام. أهلا بك معنا راغدة، ما حيثيات هذا التحرك وكيف يمكن أن ينعكس على بعض أيضا المنظمات التي تحمل أيديولوجيات مختلفة كأيديولوجية الإخوان المسلمين التابعة لتركيا مثلا؟ أهلا بك تهاني. يعني قصة هذا المسجد، مسجد هامبورغ الإسلامي، قصة قديمة جدا في الواقع. هناك مطالبات بإغلاق هذا المسجد منذ سنوات طويلة. هو يخضع لمراقبة المخابرات الألمانية منذ العام 93. يعني نحن نتحدث عن مراقبته بسبب تطرفه منذ أكثر من 31 عاما. في نوفمبر الماضي، بعد بضعة أسابيع من عملية 7 أكتوبر، كان هناك مداهمة واسعة جدا لهذا المركز، شارك فيها أكثر من قرابة 800 عنصر شرطي. دخلوا آنذاك إلى المسجد ورفعوا عدد كبير من الأدلة، أخذوا معهم هواتف نقالة وجدوها في الداخل، كمبيوترات، أكياس من الأموال النقدية التي عثروا عليها في الداخل. وعندما تم رفع هذه الأدلة، قالت آنذاك وزيرة الداخلية بأنه سيتم البحث في هذه الأدلة لتأكيد شبهاتنا بأنه هذا المسجد يمول أولا حزب الله المصنف هنا إرهابي منذ العام 22، وأنه هو يعني يعتبر مركز للنظام الإيراني، مركز تجسس. وهذا ما تقوله المخابرات الألمانية في تقاريرها المتوالية عام بعد عام منذ 30 عام. المعارضة الإيرانية الموجودة هنا تتحدث عن تهديدات، يعني أشخاص يقولون بأنهم يتلقون تهديدات من العاملين داخل هذا المركز. ويعني المخابرات كما ذكرت تقول بأنه يعتبر مركز أساسي لعمل المخابرات الإيرانية، لعمل بالفعل المخابرات الإيرانية. قبل عامين أوقفت رئيس هذا المركز، هو إيراني، رجل دين إيراني، أوقفته في مطار في ألمانيا وهو قادم من طهران. فتشت حقائبه وقالت بأنها عثرت آنذاك على رسائل من إيران تتوجه إليه بأنه هو ممثل المرشد الإيراني في ألمانيا. لذلك يعني الأدلة موجودة، ولكن كانت الداخلية بحاجة لأدلة قاطعة لتثبت بأنه هذا المركز فعلا يعمل بخلاف الدستور الألماني. نانسي فيزر وزيرة الداخلية قالت بأنه يروج لأفكار متطرفة، يدعم منظمات إرهابية هي منظمة حزب الله. وهذا يعني أخيرا أدى إلى حظره بعد مطالبات طالت سنوات طويلة جدا من عدد كبير من السياسيين يعني الألمان هنا وأيضا المعارضة الإيرانية. نعم، إغلاق 4 مساجد أخرى، هل سيكون لذلك تبعات على الجالية المسلمة في ألمانيا مثلا؟ وزيرة الداخلية قالت يعني حرصت على التأكيد في بيانها بأنه هذا الأمر ليس موجها ضد الطائفة الشيعية ولا ضد أي ديانة. قالت بأنه نحن فقط يعني نستهدف من ينشرون الأفكار المتطرفة. وهؤلاء يعني المساجد الأربعة والمنظمات 53 في الواقع التي تحدثت عنها والتي طالتها المداهمات اليوم، هي كلها مرتبطة بهذا المركز الإسلامي في هامبورغ. نحن كنا زرناه في السابق وأجرينا يعني عدد من القصص عنه وتحدثنا مع إيران معارضين في هامبورغ. وبالفعل تهاني هو مسجد كبير جدا، ويعني تبعاته أو يعني إذا ما أردنا القول تأثيره هو يطال أبعد من ألمانيا. يعني هو يعتبر كذلك بحسب التصنيف المخابرات هنا، يطال عدد كبير من الدول الأوروبية ويعتبر مركز
المخابرات الإيرانية في ألمانيا، ولكنه كذلك يعني في يعمل في كامل أوروبا. لن يطال يعني مؤسسات، يعني هذا القرار هو فقط مرتبط بهذا المسجد وبالمنظمات أو المساجد التابعة له التي تعتبر يعني تحت أمرته وتحت سلطته، ويعني لا بطبيعة الحال لن يطال أي مؤسسات خارج يعني سيطرته أو سلطته. بحسب هذا يعني البيان أو هذا الحظر الذي صدر اليوم، ربما لاحقا يتم إصدار قرارات أخرى تتعلق بمساجد أخرى لنشرها كذلك يعني أفكار متطرفة. نعم. لأنه نحن نتابع القصة يعني منذ عملية 7 أكتوبر، ألمانيا فعلا تتشدد بشكل متزايد مع كل يعني المراكز التي تعتبرها بأنها تعتبر معادية للسامية أو تنشر أفكار معادية لإسرائيل وما إلى ذلك. وكان هناك اعتقال عدد من الأشخاص يعني آخرهم الأسبوع الماضي عضو في حزب الله، قال المدعي العام بأنه كان يشتري تكنولوجيا مرتبطة ببناء طائرات من دون طيار ويرسلها إلى لبنان إلى حزب الله الذي يعني كان يريد أن يهاجم بها إسرائيل. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من برلين، مراسلة الحدث راغدة بهنام.